أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. شكرا للقارئ محمد فاخر شويخ. والآن لنقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم في الحفاظ على حمى الوطن. صدق الله العظيم. ها هي الدولة العراقية كعادتها ولادة للإبداع والمبدعين، وهو الشعب العراقي العظيم يثبت يوما بعد يوم أن الإنجاز والتميز خلق ليكون عراقيا. فالعراق أيها السادة لم يكن طارئا على التاريخ، وما الحضارات التي توالت إلا شاهدا على ذلك. اليوم نلتقي هنا لنلمس ثمرة التوجيه المباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني، وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي لوضع حجر الأساس لمشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجي. نقف هنا على عتبة هذا الإنجاز العراقي الجديد بهمة وطنية ورفعة عراقية سامية، تقف خلفها أياد عراقية وعقول عراقية لتنتج لنا خدمة تمضي بعراقنا الجديد نحو أبعاد استراتيجية مهمة وأساسية تخدم البنية التحتية التي هي أساس كل المشاريع التي تلوح بالأفق والمتعلقة بتطوير كل مرافق ومنشآت بلدنا الحبيب. هذا المشروع الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة بعد أن رفعت شعاراً لتحسين الخدمات وتحريك عجلة البناء والإعمار، وبعد رؤية واضحة
ووعد من الحكومة بأن تقديم الخدمات وأن المشاريع اليوم تنجز وفقا للتوقيتات بل وأقل من توقيتاتها. والآن لنشاهد معا الفيديو التعريفي لمشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجية من إعداد قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة بغداد. بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي، تعلن حكومة بغداد المحلية اليوم وضع حجر الأساس لمشروع المجاري أبو غريب الاستراتيجي. المشروع يخدم أكثر من 167 ألف نسمة، وتصل طاقته التصميمية لأكثر من 41 ألف متر مكعب في اليوم. طول شبكة الصرف الصحي 228 كيلومترا. طول شبكة الأمطار 142 كيلومترا. المساحة الإجمالية للمناطق المشمولة بهذا المشروع 1755 هكتار، كما يحوي على 9 محطات مشتركة للأمطار والصرف الصحي. المشروع الذي تشرف عليه ملكة مديرية مجاري محافظة بغداد أحيل تنفيذه إلى شركات عراقية رصينة متخصصة، وهي الاحتفاد وأرض الهدى والعراق الحر، جرى اختيارها بشكل علمي ومهني نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة ولديها أعمال مماثلة وخبرات في تنفيذ مشاريع ناجحة بعموم البلاد. اللي جابكم لهذا المكان هو سيرتكم في التنفيذ، عملكم. لم يتم ترشيح هذه الشركات لا بتوصية ولا بتدخل من سين أو صاد. ريد نوقف ويا الشركة أول بأول، الجانب الأمني يتم ضمانه وتوفيره للشركات ويشتغلون بحرية. ما أريد الشركات تتعرض إلى ابتزاز أو إلى تدخل عناصر أو جهات أبدا. اليوم أصبح الحلم حقيقة وأمنية طال انتظارها لتتحقق فعليا على أرض الواقع، ليضاف المشروع إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة بعد أن رفعت شعار تحسين الخدمات وتحريك عجلة البناء والإعمار، سيما وأن هذه المناطق عاشت منذ تأسيسها في القرن الماضي بعدم وجود شبكات للصرف الصحي، ولتبدأ بذلك صفحة مشرقة في إنعاش قضاء أبو غريب تتمثل نتائجه بالحد من التلوث البيئي وتقليل الزخم السكاني على مركز العاصمة، فضلا عن استقطاب المشاريع الاستثمارية. الحضور الكريم، نرحب بكم بأجمل ترحيب في حفل وضع حجر أساس مشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجية الذي تنطلق باكورة أعماله في زخم وطني من الإنجاز وفي سعة واضحة من العطاء اللامحدود خدمة للمواطن العراقي العزيز، ليكون هذا المشروع جزءا أساسي ونقطة مهمة في مشاريع الإنجاز الوطنية. السيدات والسادة الحضور الكريم، الآن لنستمع لكلمة الأستاذ عبد المطلب العلوي محافظ بغداد المحترم، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني المحترم،
السادة شيوخ ووجهاء قضاء بغريب الكرام، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفخر أن نكون هنا اليوم لوضع حجر الأساس لمشروع استراتيجي هو مشروع أبي غريب، مجاري أبي غريب، برعاية وحضور راعي هذا المنجز دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، والذي كان داعماً وموجهاً في تحريك عجلة البناء، وتكللت جهوده بإنفاذ هذا المشروع والمباشرة بإنجازه خدمة للمواطنين الكرام بعد طول صبر وأمل وانتظار. إن قضاء أبي غريب يعد من الأقضية المهمة في بغداد لما يمتاز به من موقع استراتيجي وبعد تاريخي ونشاط اقتصادي، وقد أولت الحكومة له عناية خاصة ضمن برنامجها الحكومي وخططها المدروسة. إن مشروع مجاري أبي غريب الاستراتيجي الذي يخدم أكثر من 300,000 نسمة من السكان فعلياً في هذا القضاء لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بل يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية وضع حجر الأساس لها بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، ابتدأت في ناحية سبع البور والنهروان، ونحن مقبلون إن شاء الله على الاحتفال قريباً بوضع حجر الأساس لمشاريع مجاري ناحية الوحدة وقضاء الراجدية. إن هذه المشاريع تشكل حلولاً جذرية لمشاكل عانى منها سكان هذه المناطق، وتلبية لحاجات أساسية حرمت منها لفترات طويلة، ويفتح الباب لإنجاز مشاريع أخرى وفق أولويات حاكمة، على اعتبار أن هذه المشاريع تشكل أساس لاستكمال وإنجاز ما تحتاجه الأقضية والنواحي. ونحن إذ نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لا بد لنا أن نستذكر دور الأجهزة الأمنية بشتى صنوفها وحشد المقدس وعشائرنا الكريمة التي وقفت بوجه الإرهاب وحافظت على أمن واستقرار القضاء. دولة الرئيس، إن حكومة بغداد المحلية وذراعها التنفيذ المحافظة بعزم وإصرار ووفق رؤية واضحة ومحددة ماضية في تنفيذ المشاريع التي تقدم خدمة لأهلنا في بغداد الحبيبة وبمختلف القطاعات كالمجاري والماء والبلديات والمدارس والطرق ومداخل العاصمة وغيرها من الخدمات. ونحن ننتهج أسلوب المتابعة الميدانية للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع وضمن المدد المحددة لها ووفق المواصفات والشروط المتعاقد عليها، وبما يضمن حسن وجودة التنفيذ ويحقق طفرة نوعية في تسريع وتيرة الإنجاز. وفي الختام، أتشرف بدعوة دولتكم للتحدث للمواطنين وإلقاء الكلمة مشكوراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان. أود أن نعرب عن سعادتنا الكبيرة ونحن نتواجد في قضاء أبي غريب، هذا القضاء المهم في محافظة بغداد. منذ فترة ونحن نقيم الواقع الخدمي في هذه الوحدة الإدارية المهمة، واطلعنا على تفاصيل
تتعلق بالخدمات في مختلف القطاعات الخدمية. وضعنا لها الحلول سواء كان بالمتابعة أو بإقرار المشاريع أو بالإسراع في تنفيذ مشاريع مقررة من قبل الوزارات والمحافظة. اليوم نضع حجر الأساس لمشروع مجاري أبو غريب. هذا المشروع الذي يمثل أحد أربعة مشاريع أقرت ضمن الاتفاق العراقي الصيني بقيمة 743 مليون دولار، ما يعادل تريليون و112 مليار دينار. مشروع مجاري أبو غريب كلفته 410 مليار دينار. هذه المشاريع ضمن اتفاق العراق الصيني الذي صدق عليه من قبل مجلس النواب الموقر، تأتي ضمن رؤية الحكومة في التوجه نحو المشاريع البنى التحتية، حيث ليس من المعقول والمقبول أن تكون وحدات إدارية مهمة في عاصمة العراق بغداد تفتقر إلى هذه المشاريع. أي خدمات نتحدث عنها ونحن أمام هذه الأقضية والنواحي التي تفتقر إلى شبكات مياه الصرف الصحي؟ أي مشاريع خدمية هي أعتبرها تكون هدر للمال العام ولا توفر حلول مستدامة. توجه الحكومة كان في بغداد والمحافظات إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية، وهذا ما عملنا عليه، وبدأنا في سلسلة إجراءات لم تكن سهلة طيلة عام في إقرار وتنفيذ هذه المشاريع، والتي بدأت وتوقعت العقود وبدأت الشركات بالتنفيذ والمباشرة في الوحدات الإدارية في النهروان وسبع البور، واليوم في أبو غريب، وإن شاء الله قريبا في الوحدة إضافة إلى الرشيد ضمن تخصيصات المحافظة. ما مطلوب من هذه الشركة وخصوصا الشركة المنفذة لهذا المشروع هو تنفيذ وفق المواصفات وفق المخططات، وبالتأكيد الاعتناء التام بالفحوصات المختبرية. نحن نتحدث عن مشاريع تحت الأرض، أي خلل في التنفيذ سوف ينعكس على مجمل المشروع وبالتالي الخدمة وباقي الخدمات للمواطنين. ما مطلوب من المحافظة ودائرة المهندس المقيم والمصمم هو التواجد الميداني وحل كل الإشكالات والتعرضات التي تحصل من خلال فريق من الدوائر المعنية، وبالتأكيد بوجود رئيس الوحدة الإدارية السيد القائم مقام. لا نريد تأخير، وكتابنا وكتابكم هذه المشاريع من المشاريع المعقدة والمتعبة، فتحتاج إلى حضور ميداني ومعالجة فورية لكل التعرضات. المطلوب أيضا من الأهالي من المواطنين في هذه الوحدة الإدارية التعاون مع الفنيين، مع أبنائهم وإخوانهم الذين ينفذون هذا المشروع. هذا المشروع فيه حفريات وفيه إزعاجات كبيرة، وسوف يعاني المواطن من هذه الحفريات ومن آثارها، لكن بالتأكيد ما بعثه هو الخدمة التي ينتظرها المواطن. نريد دعم ووقوف وحضور مع هذه الشركة وإبعادهم عن أي تدخل
من بعض ضعاف النفوس تحصل في كل المناطق والمحافظات. نريد للمشروع أن يستمر بنفس ما مخطط له، لا بل نريد أن يختصر المدة العقدية المثبتة بموجب العقد. هذا هو منهج الحكومة في تنفيذ مشاريع الخدمية. بهذا التكامل بين الشركة وواجباتها والحكومة المحلية والمواطنين نستطيع أن ننفذ مشاريعنا بكل سهولة، لأنه جزء أساسي من تلكؤ المشاريع السابقة كان هو خلل في إحدى هذه الحلقات الثلاث. هذا هو الأمر الذي أدى إلى تراكم مشاريع أكثر من 1542 مشروع متلكئ منذ أكثر من 10 أعوام، ونحن نعالجها في كل جلسة لجلسات مجلس الوزراء الأسبوعية. نأمل من تنفيذ هذا المشروع أن تتقدم الخدمات في هذه الوحدة الإدارية المهمة بالشكل الذي يوازي مكانتها التاريخية ومواطنيها وعشائرها العربية الأصيلة واستحقاقها الذي انتظرته طيلة فترة طويلة. ضمن التقييم لواقع الخدمات وجدنا أن هناك حاجة ملحة للنهوض بالواقع خدمات الصحية والطبية والعلاجية، ودائما ما تصلنا شكاوى حول ملاحظات عن الخدمات المستشفى الوحيد والقديم والذي لا يوازي حجم السكاني والمتطلبات الصحية والطبية والعلاجية. لذلك وضعنا الأسس من حيث تخصيص الأرض، وإن شاء الله نحسم التمويل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية لإنشاء مستشفى 100 سرير في القضاء يغطي الاحتياجات المطلوبة. بنفس الوقت ولحين إنجاز هذا المستشفى سوف نخصص 2 إلى 3 مليار دينار بشكل عاجل لتأهيل سريع للمستشفى الحالي، إضافة إلى تجهيزه بجهاز مفراس بعد تهيئة البنى التحتية له. هناك مجموعة مشاريع أود أن أذكرها أمام حضراتكم بناء على الدراسة التي أعدت من قبل فرق المتابعة طيلة الأسابيع الماضية، ووجهنا بإكمالها بتوجيهات للوزارة المعنية، الوزارات المعنية وللمحافظة. مشروع تطوير مدخل بغداد أبو غريب بطول 24 كيلومتر، هذا المشروع أيضا من المشاريع المهمة والحيوية والذي يخضع لمتابعة متواصلة حاله حال مداخل بغداد الأخرى. سوف يتم إصدار أمر زيادة المبالغ الإضافية وإحالة المبلغ الإضافي إلى إحدى الشركات المختصة لإكمال هذا المشروع. أيضا وجهنا بإكمال متطلبات إدراج مشروع الصرف الصحي لناحية النصر والسلام. الطريق الدولي السريع والذي سيتم تنفيذه من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان حاليا قيد الإدراج في وزارة التخطيط. محطة كهرباء 400 كيفي تم تسليم الموقع، وهذا واحد من المشاريع المهمة في نقل الطاقة من خلال مشاريع وزارة الكهرباء وتمت المباشرة به. كذلك محطة الزيتون 33 كيفي لكهرباء بغداد تم تسليم موقع الأرض إلى وزارة الكهرباء. محطة كهرباء 132 كيفي قرية الذهب الأبيض حيث تم تخصيص الأرض وحاليا قيد الإدراج.
ومشروع المدينة الثقافية في زقورة عقرقوب. أيضا احنا نتحدث عن مدينة تاريخية وأثرية تستحق الاهتمام في هذه المشاريع الثقافية. نتابع فريق الوزاري لمشروع مدارس عدد 42 مدرسة ضمن خطة الأمن الغذائي لسنة 22 وخط الفقر لسنة 22 وكذلك خطة عام 2023. هذه المدارس من المؤمل أن تنجز إن شاء الله بأسرع وقت ممكن وتغطي الحاجة لطلابنا وتلاميذنا. بناية بوابة السلام حاليا قيد الإدراج، مركز صحي في حي الهيتاويين وهو قيد الإدراج، وبناية القطاع الصحي أيضا قيد الإدراج، وبناية المجمع العلمي وهو قيد الإدراج، إضافة إلى مشاريع أخرى في المراكز الصحية عدد 2 ومدارس عدد 8 مع تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية القديمة في أبغرب. هذه المشاريع تتابع بشكل دوري ومتواصل من قبل فريق المتابعة في مكتبنا بالتعاون مع الوزارات والمحافظة، والقصد والهدف واحد، هو تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين. نثمن جهود كل العاملين المخلصين الذين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذه المشاريع، ونثمن دعم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ضمن صلاحياتهم ومتابعاتهم ولجنة الخدمات النيابية في دعم جهود الوزارات والجهات القطاعية. عندما نقول حكومة الخدمات يجب أن يكون شعار وسلوك عملي يطبق بشكل ملموس للمواطن. نثمن جهود المخلصين ونسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.